في خضم مسلسل هذه الحرب التي حفلت بالعديد من الجرائم وقعت منذ ما يقارب 19 عاما جريمة صبرا وشتيلة. يومها وقبل إجراء أي تحقيق من قبل أي جهة لبنانية أو دولية، ألصقت بلجنة كاهان الإسرائيلية تهمة ارتكاب تلك الجريمة من دون أن يتسنى لي أن أدافع عن نفسي وأدحض هذا الاتهام. بالأول براءتي ولاحقا، وبعد أن وافق قاضي التحقيق البلجيكي على قبول الدعوة، فإنني أعلن جهارا إني مرتاح كل الارتياح لطرح ملف صبرا وشتيلة أمام القضاء البلجيكي. عسى أن تتاح لي الفرصة ولأول مرة منذ 19 عاما للإفصاح عن الحقيقة والدفاع عن نفسي وسمعتي وتقديم البراهين الدامغة والإثباتات القاطعة وتبديل الصورة المجحفة التي علقت في الأذهان، والحصول على براءتي من هذه التهمة حتى لا أقول الكذبة ذات 19 عاما. سأسأل ببلجيكا ميات الأسئلة من هن. أنا رايح وبجعبتي في أمرين، بجعبتي في الأدلة الثابتة الحسية الملموسة اللي بتثبت براءتي، وكمان بجعبتي في معلومات أو معطيات حول ما حصل في تلك الفترة يلي إذا عرضت ستكون رواية أخرى غير الرواية يلي كونتها لجنة كاهان، وأنا أكيد إنه من بعد ما تخلص المحكمة رح يكون في رواية تختلف كليا عن الرواية الإسرائيلية. اسمحوا لي